موضوعنا النهاردة عن ممارسة الرياضة بكل أنواعها أو حتى مشاهدتها، وقد إيه إن دي حاجة مهمة جدا ومؤثرة في حياتنا. فعشان كده منورنا النهاردة منورتنا يا أستاذة أميرة. ما هو منورتنا ومنورنا الاثنين. مين ده؟ مين منورنا؟ قولي لي. أستاذة هند، مش أنا مش هشتغل يا جماعة. أنا ماشية بالبرنامج ده، أنا سايبة لها البرنامج وماشية. موضوعنا النهاردة نتكلم فيه عن تأثير الرياضة نفسيا وصحيا علينا. فلو مثلا اتكلمنا عن الممارسة، فهي بتخلي الجسم يكون أفضل وصحي وأكتر، بتأثر كمان على نفسيتنا وبتدينا طاقة حلوة قوي في يومنا، وليها فوائد كتير جدا، منها التقليل طبعا من نسبة الدهون والتخلص من الأرق والنوم بشكل كافي ومنتظم، الحماية من السكر، بتزود المناعة، بتقوي ثقتنا من نفسنا جدا جدا فوق ما تتخيلوا. ده غير بقى انها مرتبطة ارتباط قوي جدا جدا، وده انا دايما بقوله، بصحتنا النفسية. والله لسه بقول لهند الصبح، يا جماعة ما تفسده الحياة يصلحه التمرين. الرياضة فعلا مهمة مهمة جدا جدا، عشان كده بالنادي طول الوقت الامهات والاباء انهم يخلوا ولادهم يمارسوا اي رياضه وهم صغيرين، لانها بتزود عندهم، غير انها بتزود قوه عضلاتهم وتحملهم وبتساعدهم انهم يكونوا شخصيه كويسه، كمان بتخلق طفل هادي عنده طاقه كده مش مفرطه. يعني دايما الولاد اللي ما بيلعبوش رياضه هند تلاقيهم كده عندهم ايه، طاقه زياده وعايزين يكسروا وعايزين. مجرد ان انت وجهتي مجرد ان انت وجهتي للرياضه، هو بيطلع من التمرين اصلا مهدود يا حبيبي، مهدود ما عندوش طاقه. يبقى هدف الامهات حبيبتي صح، يعني اللي انت بتتكلمي فيه ده الحقيقه صح. وخلينا اقول ان الناس كلها بصراحه شايفه وعارفه ان الرياضه مهمه للصحه البدنيه، لكن احنا محتاجين، واللي محتاجين اكتر يعني احنا ناكد عليه، هو اهميه الرياضه بقى للصحه النفسيه. يمكن اللي انت كنت بتقولي عليه الصبح وعلاج الاكتئاب، يعني لو هناخدها مثلا من حتة التشجيع كجمهور، اقل ما فيها انه الحقيقه انه الواحد مثلا لو بيشجع الفريق بتاعه والفريق بتاعه النهارده كسب، بيفضل طول اليوم كده مبسوط. صحيح، وكأن ايه يعني النهارده عيد. صح، صح. لو العكس، الفريق خسر، تحسي انه يوم اخبر، يوم اخبر، يوم اكباظ، وتتضايقي وانه محدش يكلمني وكله يبعد عني والكلام ده كله. الحاله دي اسمه ليه اسم علمي، وهو الاكتئاب الرياضي. لان الموضوع بيتحول معاك بعد كده للدخول في حاله اكتئاب، وده الحقيقه غلط جدا جدا، وخصوصا ان الدراسات قالت ان مشاهده المباريات ليها فوائد للعقل والصحه، زي الاسترخاء والتسليه وتحسين المزاج والترابط والتواصل الاجتماعي لما بتروح طبعا تتفرج مع صحابك على الماتشات وهكذا. صحيح. ده بيخرجك من المود الروتيني بتاع يومك، وبتتخلص من اي توتر، حاجات كتير جدا بيفيد فيها. بس في نفس الوقت لو العكس، صحيح، دخلك في اكتئاب. بالظبط كده، بالظبط. بالذات التشجيع طبعا، انت اكتر واحده بتحب تلم الشله والجروب، يلا يا اميره رايحه الاستاد، انا رايحه الاستاد، تعالي نروح نتفرج على الماتش ونجيب اكل وتبقى زيطه يعني. بس لسه ما شاركتش هند اللقطه دي. بس كل ماتش تقول لي هروح معاكي الاستاد المره الجايه، بس انا بحب الهدوء. يا جماعه بحب الكنبه قوي. فبجد هو عشان كده فعلا العلماء طلعوا قالوا ان الناس اصلا بتشجع كوره القدم علشان تهرب من الواقع بتاعها، انتوا متخيلين؟ فتلاقيهم مثلا واخدين نفسهم يروحوا يتفرجوا على ماتش، يشجعوا بكل حماس، يخرج مبسوط كده وحاسس انه عمل ايه، ريفرش نفسه كده علشان الطاقه السلبيه اللي جواه طلعت. ويمكن ده اللي بيخليهم مش متحملين فكره الخساره اصلا. يعني انا اصلا جايه اتبسط وكده، اخرج من الماتش مكتئب وتعبان، لا انا عايز حاجه تفرحني، عايز اخرج من الماتش مبسوط، وعايز فريقي يكسب. فده بيخلينا يعني متحملين طبعا اكتر على الرياضه، ومحملينها يعني مسؤوليه سعادتنا. فعشان كده محتاجين ان احنا نبالانس ده، لان ده في النهايه مش صح، لان دي رياضه احنا بنشجعها عشان فيها خساره فيها مكسب، بنشجعها عشان نبسط بفريقنا، بس لما يخسر يعني نزعل شويه صغيرين يعني، وتمام، مش هينفع كمان نكتئب بسبب ده. فمهم قوي ان احنا فعلا نشجع الرياضه، ويكون عندنا يعني جروب نقدر نطلع بيه. ويمكن هقول لك برضه هند، اكتر حاجه بتخلي الواحد مبسوط في قصه التشجيع ده ايه؟ ان انت من علميا من الحاجات اللي بتخرج الطاقه السلبيه ان انت ترقصي، تتنططي، تصرخي. فاحنا بنقعد بتشوفي قد ايه التشجيع بيبقى، هو الناس كانها عندها اكتئاب. ايوه صح، بتروح تتنطط. بصي، وكمان هقول لك على حاجه، انت لو قاعده في العربيه عادي، مش في الاستاد ولا حاجه، وشغلتي في العربيه صوت الجمهور في حفله، صحيح،
في ماتش في اي حاجه، الفايبس بتاعت الناس او الطاقه بتاعت الناس ان هم مبسوطين والحماس ده كله هيوصل لك حتى لو انت في العربيه. بالزبط. وخلينا نروح بقى لحته ثانيه، انه في نوع ثاني، احنا بنتكلم نفسيا، في نوع ثاني من الرياضات بقى بيعلي الطاقه الايجابيه. زي مثلا اليوجا، زي المديتيشن. اليوجا والمديتيشن بيعلي الحاله النفسيه، ده طبعا غير التشجيع ده نوع تاني، ده النوع الهادي. ده نوع انت لو بتمارسها بشكل يومي هيخليك شخص اكثر سعاده. وفي دراسه حديثه اتعملت اكدت انه ممارسه اليوجا المنتظمه والتامل بيؤدي لارتفاع هرمون السعاده. صحيح. وعلى المدى البعيد بتخلي عندنا شعور بالرضا. وانا شايفه بصراحه انها من الحاجات اللي بتكون مرتبطه بالطاقه والروحانيات كده، وبتعلي عندنا حس التامل والرضا والهدوء والسلام النفسي. وده اللي هنتكلم عنه بالتفصيل في حلقات جايه ان شاء الله. هيبقى معانا كمان ضيوف يكلمونا اكتر عن موضوع اليوجا والمديتيشن، لانه الناس فاكرين اليوجا والمديتيشن هي حاجه ثانويه او ترفيهيه، لكن الحقيقه فوائدها قاتله.